أشوف إنه أكو أخبار صادمة، أخبار مزعجة أنت مريت بيها بالفترة السابقة. البعض من عندكم ممكن يكون منتظر بالفترة الحالية كارما، أو منتظر حق يرجع له من شخص أذاه هواية. فطاقتكم العامة حاليا أشوف إنه أنتو، البعض منكم المتزوجين أشوف إنه أنتو دا تحاولون بالفترة الحالية تستعيدون استقرار الأسرة، أو أنه حتى البعض منكم ممكن يكون كان تارك البيت متباعد بسبب زعل، وبالفترة الحالية قاعد أشوف أنه أكو رجوع صاير أو راح يصير رجوع قريب كلش خلال هاي الفترة، واللمة العائلية راح ترجع وراح تستقر الأمور. هاي بالنسبة للناس المتزوجين، أما بالنسبة للناس اللي مرتبطين بعلاقات، البعض من عندكم أشوف أنه أكو خبر يخص خطوبة أو زواج راح يأثر عليك بشكل مباشر خلال هاي الأسبوعين. طبعا هاي الطاقة تقرأ الناس اللي منفصلين، اللي منفصلين أشوف أنه أكو خبر ممكن تكونون أنتو سمعتوه، لأنه أنا هنا الطاقة العامة أنتو هذا الخبر سمعتوه. أكو خبر راح يوصلكم شوية محزن خلال بداية هاي الأسبوع، والخبر راح يأثر عليكم هواية. طبعا القرآن يترددت انه اقراها او لا، بس ممكن تكون هي رسالة لازم اوجهها لفئة معينة من عندكم، لازم يوصلها هذا الخبر. يجوز انه اني ممكن من احكي هذا الشيء والشخص المقابل يعرفه راح تخف عليه الصدمة من يوصل الخبر، بس انا اوريدي اشوف انه البعض منكم فعلا وصله خبر زواج يخص شريك سابق كان بحياته وطلع منه، وهذا الخبر كلش زعجه، خاصة إذا كان الشريك اللي تتعاملون وياه شخص برج ترابي، برج الجدي واضح هنا، وبرج الثور أو برج العذراء. أشوف أنه هذا الشخص راح توصلكم عنه أخبار، ممكن أنه مشاكل عائلية أو موضوع زواج يخصه بالفترة الجاية راح يجيكم من عنده. هاي بالنسبة للناس المنفصلين. أما بالنسبة للناس اللي مرتبطين وعلاقتهم زينة، واللي خاصة عندهم مشاكل عائلية هي اللي معرقلة زواجهم، أشوف أنه الوضع شوية كان معلق، ولكن راح يبلش يمشي شوية شوية، أنه أكو شخص طرف ثالث راح يتدخل بالموضوع وهو يكون صورة حل. البعض منكم أشوفه قاعد يفكر بموضوع رجوع، خاصة للناس اللي منفصلين المطلقين. أشوفكم قاعد تتواصلون بالفترة الحالية أو تحاولون توصلون للشريك حتى تطلبون من عنده رجوع. هاي بالنسبة للمطلقين، أو حتى المنفصلين المرتبطين عادي هم يعني تنطبق عليهم ممكن، ولكن هذا الشخص أشوفه ما أخذ قراره ولازم سيفه، وما قاعد ينطيكم فرصة أنه تعبروا له عن مشاعركم بهاي الفترة، فحاولوا تأجلون هاي الخطوة. يجوز بالأيام الجاية الأمور تتحسن. هسا خلونا نبدأ بالطاقة العامة. قلت لك أخبار أخبار. برج الأسد الأسبوع الثالث والرابع راح يكون عبارة عن أخبار أخبار، يعني أشوف أنه أكو شخص راح يوصل لك أخبار خلال هاي الفترة هواية، وأكو هواية أخبار، هواية كلام، هواية حكي، بعض منكم حتى إشاعات ممكن يعني باسمه تكون تأثر عليه من شخص وياه بالعمل، شخص طاقته شوية طاقة عدم نضوج، طاقة ثرثرة، يحب الكلام، يحكي هواية هذا الشخص. وأشوف أنه أيضا البعض منكم ممكن يكون كان منتظر تواصل أو منتظر موضوع معين يعرف عنه، شي راح يصير عندك وضوح، وأكو شخص راح ينقل لك أخبار بهاي الفترة عن موضوع معين. ومهما كانت هاي الأخبار أنا أشوف أنه هي بها صالح لك، حتى إذا كانت سلبية للبعض، مو الكل طبعا، البعض منكم ممكن يعتبر أنه هذا الخبر سلبي، بس هذا الخبر السلبي اللي راح تتلقى بعدها الأمور كلها راح تتحسن. فأنت أكو عندك خبر سلبي راح تسمعه مفاجئ خلال يعني من تاريخ مشاهدتك لهذا الفيديو، ممكن ثاني يوم، ممكن ورا 3 أيام 4 أيام، أشوف أنه أكو خبر راح يجيك مفاجئ، يعني أنت نايم و تقعد على حس رسالة أو اتصال، شخص راح ينطيك خبر، الخبر حيكون يعني نوعا ما سلبي، ولكن هذا الخبر السلبي بعدها مباشرة أكو تغيير سريع راح يصير بحياتك، التغيير راح يكون للأحسن.
من بعد خبر سلبي انت راح تسمعه الامور اشوفها راح تتحسن. فالطاقة العامة قلت لك اللي منتظرين تواصل صار لكم فترة من شخص او خبر عن موضوع معين، خاصة اذا كان خبر يخص الاموال. اما بالنسبة خلونا نشوف هسه طاقة العمل. بالعمل اشوف انه انت قاعد تبذل هواية مجهود، عندك هواية تعب من العمل اللي انت بيه. البعض من عندكم ممكن يكون تارك عمله صار لفترة وقاعد يفكر انه ينتقل يعني بعمل جديد، او منتظر خبر على عمل. هذا الخبر اشوفه راح يوصل، اكو شخص راح يتواصل وياك، ممكن يكون صديق، والشخص هذا راح يكون اصغر من عندك بالعمر. اشوف راح يجيب لك فرصة عمل او راح يحكي وياك يعني بموضوع يخص عمل جديد، مشروع جديد او شراكة جديدة انت وياه راح تكونون بيها. انت بداية الامر ما راح تقتنع، بس هي نصيحتك ده تقول لك انه حاول تنفتح الوجهات النظر الجديدة. فيعني اذا هذا الشخص ممكن يكون هو عمره مو مقنع بالنسبة لك، وانت ما مقتنع انه هو يكون شريكك، او حتى يعني يصير بينكم شغل، بس اشوف انه هذا شغل بخير لك، فلا تقطع فورا. حاول انه تفكر بهدوء بهذا الشغل اللي راح يجيك، وتشوف ايجابياته وسلبياته وبعدها تقرر. بالنسبة للعمل اشوف قلت لك عندكم نوع من التعب من بسبب العمل بهاي الفترة، وهذا الشيء مأثر عليكم هواية. البعض من عندكم اشوفه ممكن يكون يعني هواية يقعد على الحاسبة والكمبيوتر يعني بصورة عامة، وهذا الشيء مسبب له تعب بظهره بسبب هذا الموضوع. فيعني انت دا تحس انه انت محتاج استراحة ومحتاج تاخذ رست من العمل بهاي الفترة، لانه هواية عليك مسؤوليات وهواية قاعد تتعب. بس يعني امورك على الصعيد العملي اشوفها زينة، ولكن احذر من بعض الناس اللي ممكن تكون قلت لك يعني اذا صارت اشاعات، اذا صار نقل كلام، فحاول انه انت توقف جهة محايدة، لا تاخذ ولا تنطوياهم بالحكي، لان الموضوع بعدين يدور ويرجع عليك. بالنسبة للصعيد الصحي اشوفك على الصعيد الصحي يا برج الاسد. البعض من عندكم ممكن يكون كان مسوي عملية بالسابق قبل فترة قريبة، وحاليا قاعد يبلش يستشفى منها او يقوم يعني يحاول انه يقوم على حيله. والبعض الثاني ممكن تكون عندك عملية خلال هاي الأسبوعين، أو أنه وضعك الصحي ممكن يستوجب جراحة بسيطة، ولكن يعني موضوع ما يخوف. يعني هاي الورقة من تجي يعني معناها عملية بسيطة وسريعة، ممكن يعني تكون محتاج عملية سريعة بسيطة، أو الدكتور حتى يقول لك ياها وأنت عندك قلق من عندها. بس أشوف أنه هاي العملية راح تعدي على خير. فإذا عندك عملية متخوف منها ما تريد تسويها، توكل على الله وسويها، وإن شاء الله مشافى معافى وما بك اي شيء. البعض من عندكم اشوف قلت لكم هنا انا دا اشوف اكو الام بالظهر عندكم. البعض منكم يا برج الاسد عندكم الام بالظهر وبالاكتاف بالاخص، وهذا الشيء مأثر عليكم. والبعض الثاني اشوف عندك ارق ما قاعد تقدر تنام بسبب صداع دي يصير عندك خاصة بالليل. طبعا برج الاسد هم اريد اقول لكم شغلة، انه حاولوا تحصنون نفسكم بهذا الشهر من الاعمال. البعض من عندكم اكو عمل موقف كل تقدم بحياته، موقف حياتك. اذا كنت متزوج حياتك الزوجيه شوفها ما مستقره. اذا كان بالعمل اشوف العمل هم قاعد ياثر عليه، هذا العمل قاعد هوايه يعلق امور بحياتك مبقيها معلقه. حاولوا انه بهاي الفتره تحصنون نفسكم هوايه خلال هاي الاسبوعين بصوره يعني مشدده، يعني اشدد عليكم هوايه انه تحصنون نفسكم. اللي يعرف انه هو عنده عمل او ممكن يتعرض العمل شاك بهيج موضوع، فحاول انه تتخلص من هذا العمل او تحصن نفسك ضد الناس اللي عليها عين وحسد. هم طاقة عين وحسد كلش قوية، لانه ممكن يكون عمل الناس وممكن يكون حسد ونفس قوي. فحصنوا نفسكم بالرقية الشرعية من العين من الحسد، وان شاء الله الامور تعدي على خير، لانه اشوف عليكم طاقة حسد كلش قوية. فشوف على الصعيد العائلي همين امورك شوية تعبانة، ممكن تكون عندك مشاكل هواية بالبيت. البعض منكم عنده مشاكل ويا الوالدة صار لفترة، دا يحاول انه يوصل حل وسط بينه وبينها، ولكن يعني اكو عناد بالوضع صاير. ممكن تكون الوالدة معارضة موضوع معين او تريد تفرض عليك شيء معين انت ما رايده، فدا اشوف المهم شوية اكو خلافات بينك وبين الوالدة، ولكن الامور يعني تعدي على خير، ما ماكو شيء يعني يستوجب القلق. خلاف بسيط واشوفه بسرعه يعني بسرعه يبدي وبسرعه ينتهي. بالنسبه للوضع العاطفي جينا على الوضع العاطفي وما اعرف ايش اقول لكم. المهم هسه خليني ابدي شويه على مود
يعني من أثر على الكل. طبعا القراءة عامة مستحيل تنطبق على الجميع، هي تنطبق على فئة معينة منكم، هم الناس اللي محتاجين هاي الرسالة. والقراءة طبعا العاطفية ممكن تكون عكسية بأكثر من فيديو قلت لكم إياها، إنه ممكن تكون أنت ممكن تكون الشريك. فأني من أقرأ السيناريو اللي موجود قدامي أنت راح تعرف هو على من ينطبق، عليك أنت أو على الشريك، لأن أنت أدرى بطاقتك. أنا اللي أشوفه قدامي أحكي، شوف البعض من عندكم هاي يعني طاقة طلعت يمي صراحة، هي طاقة منفصلين. شوف البعض من عندكم اللي منفصلين، انتو صار لكم فترة طويلة ناهين علاقة، بس العلاقة ما كانت منتهية بصورة تامة، يعني كان ممكن اكو مراقبة او يعني تواصل بينك وبين هذا الشخص ما مقطوع تماما، اكو باقي خيط تواصل بينك وبينه. هاي قلت لكم للمنفصلين واللي ممكن تتعاملون ويا برج السرطان، وممكن والاكثر ويا برج ترابي لان الطاقه غلبت ترابيه، فيعني ممكن يكون جدي لان الجدي موجود هنا يمي واضح، وممكن يكون سرطان، ممكن يكون ثور او عذراء، ابراج هوائيه موجوده بس طاقتك هي اللي مفقوده. فاللي احب اقوله اكو علاقه منتهيه صار لها فتره، انت عندك امل بهاي العلاقه وما كنت غالقها تماما، اكو خبر راح تسمعه عن هذا الشخص او ممكن راح تشوفه من خلال مراقبتك لهذا الشخص، راح تعرف هذا الخبر انه هذا الشخص اللي تتعامل وياه ممكن يكون خطب او تزوج او على وشك انه هو يتزوج. الخبر قاعد اشوفه راح ياثر عليك هوايه، والبعض من عندكم هذا الشخص اللي منفصل عنكم أشوفه عنده نوع من التلاعب، طاقة هوائية موجودة أيضا. هذا الشخص أشوفه متلاعب وما يهتم بالمشاعر، قراراته مو صريحة ومو واضحة وما عنده توازن، هو شخص مو متزن، ممكن تكون أساسا طاقته هي طاقة شخص غير ناضج، وكان وياكم on off بالعلاقة هذا الشخص، وكان يعني ساعة موجود ساعة ما موجود، يوم يهتم واهتمامه 10/10 ويوم يختفي من حياتكم، أساسا ما يبين يبتعد ويختفي فجأة وبعدها يرجع لكم بكل شوق. هذا الشخص قلت لكم هنا طاقة ترابية موجودة وممكن أيضا طاقة نارية، فأشوف أنه هذا الشخص اتخلى عن العلاقة اللي بيناتكم من زمن طويل، وهو مشاعره أساسا يعني هنا وطاقته هو بالفترة الحالية هو متخلي عن مشاعره، متخلي عنكم، وانت مشاعرك اساسا هي ورقة النهاية، فانت من بعد صفحة كنت ما قادر تغلقها راح تسمع خبر يخليك تغلق هاي الصفحة تماما، لانه الشخص اللي انت قاعد تنتظره انت عرفت مسبقا انه هو عنده طرف ثالث، وهو قاعد اشوفه متوجه الطرف ثالث متخلي عنكم، وبسبب طرف ثالث موجود بحياته هو راح يختار الطرف الثالث وراح يصير عنده نوع من الاستقرار والزواج. طبعا هاي للناس اللي منفصلين صار لهم فترة طويلة وكانوا ويا شخص متلاعب او حتى شخص نرجسي. اذا ردنا نقول شخص النرجسي شنو هو؟ الشخص الاناني اللي عنده نوع من بارانويا يعني سايكو من الاخير، شخص مسيطر متسلط ما يتقبل انه هو غلطان وما يحترم مشاعر المقابلة، يجرح دائما بالعلاقة دائما on off، يبقى وياك ما تحس انه انت ثابت وياه بعلاقة، شخص متلاعب عنده خيانة انت هواية عانيت من عنده وبينك وبينه تعلق مرضي. هذا الشخص كان ممكن صاير عبارة عن هوس بحياتك موجود انت ما تقدر بدون ما تفكر به، خاصة دا كان برج الجدي هنا، فاشوف انه انت كنت ما تقدر تطلع من حياتك، ما تقدر تفكر بشخص غيره هو، ولكن هو اناني وما يفكر بمشاعره. اشوف انه هو متوجه بطاقته متوجهة الطرف ثالث غيرك، وراح تعرف انت بهذا الشيء وراح تتخلى وراح تتحرر من الطاقة السلبية اللي كانت مسيطرة عليك بسبب هذا الشخص، راح تتحرر منها بعد ما تسمع الخبر السلبي او تشوفه ممكن من خلال مراقبتك الى بالتواصل الاجتماعي. اشوف اكو تغييرات للاحسن، اكو صفحة بحياتك انطوت، اكو تحرر، راح تطلع تماما من هاي العلاقة وراح تتحرر من عندها ومن الطاقة السلبية اللي كانت مسببتها لك. فأشوف انه هذا الشيء بصالحك وخير لك. اذا كنت بعدك ما سامع هذا الخبر
وراح تسمعه. أنا ما راح أقول إن شاء الله ما يتحقق، لأنه أشوف إن أنت كنت تتعامل ويا شخص أساسا هو مريض نفسي يعني، فأشوف إنه هذا الشيء راح يكون بصالحك ثم بصالحك. ما راح تسمع هذا الخبر راح تزعل شوية، ولكن بعدها الأمور راح تتحرر من هاي العلاقة كلها أنت ومن سيطرة هذا الشخص السام عليك، لأن العلاقة اللي أنت كنت بيها علاقة سامة بينكم، تعلق سام ومو صحية. فأشوف إنه راح تتخلص من عندها إن شاء الله، وراح تخطي خطوة إلى الأمام، وراح تترك هذا الشخص وتترك الماضي كله وراك، راح تبتعد عنه تماما، وراح تغير المسار مثل ما نقول مسار الأمور كلها أنت راح تغيرها إن شاء الله. فالمنفصلين إن شاء الله الشهر هذا يعدي عليكم بأخف معاناة. أنتوا برج الأسد أقوياء، وأريدكم تبقون أقوياء وتحاولون هاي الأزمة تعدوها بأقل الخسائر، لا تحاولون تتمسكون بشخص هو بايعكم وما كان مريحكم بالعلاقة. هاي بالنسبة للمنفصلين. أما بالنسبة للناس اللي مرتبطين بعلاقة وأكو رفض من ناحية الأهل، سواء كان أهلك أو أهل الشريك، أشوف إنه أكو تغييرات سريعة راح تصير بالعلاقة خلال هاي الفترة بينك وبين الشريك، خاصة إذا كان الشريك هذا ممكن يكون بينك وبينه اختلافات بالمسافة، بالطائفة، بالدين، ممكن حتى حالة اجتماعية.